بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ودرسك الشناد جزك قد سمع، وقبل أن يا سورة الجمعة. سورتني وسورة مدنية معنوه يهي إلي سودك سي إجردي النبي صلى الله عليه وسلم كذب نبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم صلاة الجمعة أيوكو أخرين شري إيادة هي سورة كدن بيسي منافقون لبدرك عدودة صلاة الجمعة أيوكو أخرين شري النبي صلى الله عليه وسلم waxay ku saabsan tahay dhowr qodob ay ka hadlaysaa. Qaybta hore waxay ka hadlaysaa nebi maxamed soo diridiisa sallallahu alayhi wasallam iyo nicmadaasi qiimaha ay le'eg tahay iyo dadka loogu nicmeeyey abaalka ilaahay uu galay tabaaraka watacaala. Qaybta labaad waxaa lagaga hadlayaa ahlulkitaabka gaar ahaan yuhuudda iyo tawreed say ula dhaqmeen, iyagoo tawreed kitaabkii lagu soo dejiyey mas-uuliyaddiisii dayacay ayay haddana waxay sheegan jireen inay dadka ilaahay ka xigaan. Arrinkaasna markaa waa la taaban doonaa, waa laga jawaabi doonaa. Qaybta saddexaad ee suuradda waxaa lagu gabagabayn doonaa صلاة الجمعة وماشي صورة مقع اللوغة بحيية صلاة الجمعة يحكم كذا إيو كان عسيق مدة أسلعاء أي ما أسأل أهل الدونة قد بدأ سيمرك صورة كساب سنتهي وحاسل لغو بلاوي وحي كم يتاهي صورة لغو بلاوي تسبيح ده يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح وحاو تسبيح سنية أما كل تسبيح سنية ونزهية وحان أقل من ودن كفقيني وكدر كني لله ألي ما في السماوات سماوات كوحا كل حسقا أو مخلوقاتا إيه وما في الأرض الدلال كنحو ضوحي كسغن ومخلوقات يا الله تبارك وتعالى وتسبيح سنية ونزهي الله سوى الملك أها اللي بغرك أها كون كان أمر كيسو كسعده سو كتليا القدوس قرآن صومر نيدنا وظهرنان تبضان الله تبارك وتعالى ظهرنا أنت بدنو حمانتا يا آفاتك يا لمن أنشها يا وحي يقل من أردن بكدهرين أو كدركسين العزيز غالب كأه وأدوم ذي سكا أذك أن لقعت كان أن لسكت أيكر الحكيم هدنا حكمة كس في صنو شيء والبمش كوهب وين يحبوا لقاه يعني عزتي سي قدرتي سي قوتي سي ميل مناسبة يوديغا شرعي سا يوحو تشيدين يو ميشو مناسب يوديغا أمر كي سا كوريغي يمامل كو حكمة بكو سلي سي يهيو ميشو مناسب كابوديغا مركوا حكيم ويا رب تبارك وتعالى. هو الذي بعث في الأميين رسولا ورامصو شيخني تسبيح داسي كونك إلهي أو تسبيح سليو وحنو أتن تصبيح ذا أي نفهنه مخلوقات بدلنا التصبيح وذي يقابك إلهي أو تصبيح سنيان ما فهمينه. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم واحد سابع أو تصبيح سنيان جمادات كان مخلوقات كان حيان كان قيدها يسوي تصبيح سنيان ولكن لا تفقهون تصبيحهم واحد إذن كن مفهم إيسان سيدي أو تصبيح سنيان لكن وي تصبيح سنيان وإلهي بين النزاهة تبارك وتعالى. هو الذي ميت كوي
بعث دري في الأميين كوي أن وحنا قرن وحنا آخرين شرين دحضوض أيو وحو دري رسولا رسول بو دحضوض دري رسول كاسو منهم أيجا كمدا أيجا كرش رسول كاسو يطلو آخرين عليهم كركوضة آياته ألا آياته سدشوضك آخرين ويزكيهم ظاهرين يجب الظاهرين يا أيها الحمانة كالظاهرين سخض الحمانة أخلاق ضحن شرك ويعلمهم بريا الكتاب كتاب كان بريا وقرآن والحكمة سنة بريا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا وإن أمر يشان كانوا وحيا هاي من قبل قرآن وإن داني سيغل صدري هرتي لفي ضلال أي من قبل بعثتي لفي ضلال بادئ حيث كوك السجن بهاي مبين أعد الله تبارك وتعالى وحو صدري رسول ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو صدري أميين تلحظون أميين تاسي وعربتي نبي صلى الله عليه وسلم وقال شيء أسأل أهان دعوذك بلاوتي إن الرير كيسو أودح جوغي وكرر الشيء وكتر سنة يا مركي هوري دعوذك بلاوتي أمي أميين بالغوتي الماما يو أمي قوحلي لهذا والروحة سيدي هو يدي كل شيء هو يدا مكي كل شيء دي قرآن لما تقاني أخرس لما تقاني أمي بالي لهذا مركي marka arabta waqtiga isaga ah quraysh iyo arabti dhulka deganeedba dadka wax qora ama wax akhriya way ku yaraayeen gaalib kood waxay ahaayeen dadan waxna akhriyeen wax qoran ma akhrin karaan intaqali loo diibana wax umayna quri aqool umiyiin baa leeyda marka dadka noocaas ah dhexdooda allah rasuul ku soo diray nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam rasuulka hadana soo diridiisa waxay ahayd abaal ilaahay u galay qoliyahaas yaani marka koobaad baa iyaga loo galay waxa abaal labaad ah rasuulkaasi inuu iyaga ka mid yahay rasuul ay garanayaan asalkiisa garanayaan luqadoodii ku hadlaya ay isku deegan yihiin ayagu ay dhaleen nin qariiba anahayn minhum wa ilaa cid haddii kor kaaga timaada aadan garanayn iyo dadka cidii aad garanayso way kala duwan yihiin رسول أيجا أبو إلهي أسود رضي تبارك وتعالى محوص مين يا رسول كاسي يتلو عليهم آياته صدح شقاء الله شيء يا رسول كاسي صدح شقاء صدح وظيفة شقاء ذلك بعد وحوي إلهي آيات كسود كيبو إيجا كدو الأخرين يا قرآن كيبو كدو الأخرين يا أخرت كاسي وحويان لفظ كيسي أيو كدو الأخرين يا أو بريا قضبك الله بادنا ويعلمهم الكتاب ويزكيهم آيات كاسو إلهي سودكي وقود الأخرين أيو آيات كاسو وحي كيريان ضد كان إلا الظاهريو مركبو الظاهرين أيو حالك الظاهرين أيو عقيدة حن قلبي قوضة كوشرته وصخيسي بالك نقيا لك الظاهرين أيو جاهلية دي سنم كعبود الشرين يعني وحي عقيدة حمدي وحاك الله لك الظاهرين أيو أخلاق حمدي لكن حما بدنو إلى هان شرين ظلمي بدنو إلى هان شرين وح بدنو وسخة وأما عقيدة أما عمل أما أخلاق أيو كالظاهرين أو كالنظيفين ويزكيهم وح لأن الدين توحي أتمد إن آدم هالسيدي سبا أي ظاهري سوي حقاك سو قلبي سي يشركي سي نورشي سبا قلو كسيد حادي وحوي ويعلمهم الكتاب والحكمة وحبو بريا كتاب كانوا بريا halka waxa kala duwan marka tilaawadii uu ku dul akhrinay iyo baridii way kala duwan tahay baridu marka waxay u noqonaysaa quraanka macnihiisa uu baraya quraanka macnihiisa uu baraya jeedada ilaahay uu baraya way waydiinayaan macaanida oo u fasiraya laana nabiga nabi sallallahu alayhi wasallam shaqadiisa waxay ahayd li tubayna lin nas ma nuzila ilayhi ina dadka waxa lagu soo dejiyo u cadeeyso oo u fasirto oo u sharaxdo marka taasi wax weeyaan way u xallimuhum kitaaba laakin marku sharxayo cadeynayo barayo quraanka kaliya ma bari jirine masterkii labaad ee waxyiga ahaa xadiidka ah isagana
أيو إسقنا بريشري النبي صلى الله عليه وسلم لأن وحي وحي النبي محمد إيمان شري والله والنوع وحي وقرآن وهذا الإلهي نوع الله بنا وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومستر كل هذا إنه لش هنا وأنت بدن أحاديث تدي وحي شرح يسا قرآن كشرح يسا قيب أحكام مدح بنان شديسن شديني سنة ويشرته صدق هذا وظيفة مرك النبي لش هنا صلى الله عليه وآله وسلم مرك قال هذا وين إلهي أقول إن من كاسي عربت هاي نبي محمد لقى صادري هرتاد أنت هنا أو إيمانه الرسول كله صادرين حال كون سابوها وحي هاي ضل موسن وهو موسن بيا هاي حوله إسكندر ما يا هاي بآدم قيمه يعني الله تلاقيه ما إنا لهاي ضد هو موسن أو لونسن أو لحدي هو وحي هايين عن قيمة كبرية إلهي بأمرك النبي كان قيمة صلى الله عليه وسلم طيب ألقى وحيله كقادنا هنا دين تمرك القرآن كله برهنا صد حرمات وين لسكدره وأمد كوباد هرت القرآن كله في ديجيسة هي آخر سكيسة إن للصحو يطلع عليهم آياته هو تلاوة القرآن كي آخر سكيسة إن للصحو قدم كله بادي اللي نوجب بين وحيته إن أين معناها القرآن كبرنا ويعلمهم الكتاب معنيه مقصود كهي وجدده وين البرتو وتفسير كي برتو ودي له مقصود كي سيف أنت قصد كي هو يعني كالها وحك أمري وحك ربي قلب قصد حاله وحوي مركات فهنتو وحي لجاربي هي كتاب كمعنيه زين ويزكيهم بقم باكو حي قمر وأنا أسكت ظاهري صو عقيدة ده قصة حضو عمل كه قصة حضو بقم كديقته صدق هذا هدي مدي كام بقية أهل القرآن متي هذا القرآن ككلية الفادي سكوك أبسط حفظ كي سكلية أم أخرس كي سكلية تدك القرآن كمتي سددت فربضان أيوين حفاظ فربضان بيدو له القرآن كحفظ سن لكن معاني دي القرآن كي مقصود كي يقرن عن دن كلاهين القرآن كحفظنا يعني كدي من وقوش غيسنا يعني مركز أو حال ليه وأهل القرآن أهل القرآن ما باتفاق العلماء أهل القرآن ما نين القرآن كحفظ سنة فهم سنين وهذا نقول رقم يعني أهل القرآن ما بلدتك نارك تقل يؤوه الرئيين دونا بغن كينا واكتك فهم كينا واكتك انت أبو مركو والي نقربا عربك قصح قرآنك معناها قرآنك برو كذب نقول رقم مركزة هاي تدكي قرآنك اوش في ذلك إن شاء الله تعالى طيب هو الذي ميتك ويبعث دري في الأميين كوي أن وحبنا أخرين كريم وحنا قري كريم دحضوا ذا الرسول الرسول دري رسول كاسو منه بيجا كم يدو كل شيء كاسو يطلو أخرين عليهم كركو آياتي آيات كيسا كو أخرين ألا آيات كيسا ويزكيهم ظاهرين يشرك جاهلية يحمانتك غير ظاهرين هو يعلمهم بريا الكتاب كتابك أو قرآنك والحكمة السنة بريا وإن كانوا وحي آية من قبل هرتي من قبل قرآن يعني قبل بعثته سيسو ساري ديسة كهر عند الله صادر لفي ضلال بعد الحدث بكسرنا المبين الأحد وآخرين وفي آخرين كوكل نحضن وكسر دري بعث في الأميين ذكوا عطفنت في الأميين كوا نحضن وصدر وآخرين كوكل وصدر دري نحضن أو منهم كمن أيهم أما منهم آخرين تاسه كدوا كوا كوا صلى ما يلحقوا أن قارن بهم يجا أن قارن كوا هرم قارن يعني زمن كوديميا مش حق فضل قيمة وهو العزيز متك غالب كأوي الحكيم وحكمة كصفة إنسان ذلك أرن كاسي فضل الله الله ديرات سينتي الله ديرات سينتي سوي يؤتيه وحون السين يا من يشاء عيد دونه والله الله نذل الفضل ديرات سين مد صاحبه وي العظيم أوينا فضل ديراتك آتك أوينا متك إسكالوي ربي تبارك وتعالى وآخرين لما يلحقوا كوكله عرفت النبي محمد الله شوكتين وحنا آخرين شيرين وحنا قري شيرين صو النبي محمد الله ما صادق رسالة دي شيء صادق ليش ما يجي كوكله ما كوكله شروي معنا كوكله أن كوا أهين منهم تهدي آخرين لو قط على شيء وحين قنزة عرفت أو حبا آخرين وحنا قرين ويكوكلون عرب أهين بين قنا يا مر هل كامرك وحسوك قال يا أمته كلا دين تقاتي نبي رسالة دي سقاط عجم كها أيه وآخرين سوق قال يا سيدنا حبيب الله قارب أكو فسره يا
وحان حجينا يتفسير كالنوحاسة حديث كويم في الصحيح أبو هريرة وحليه نبي صلى الله عليه وسلم أنه لفر لنا أي وحسودك سورة الجمعة سورة دل كان آيدا وآخرين منهم لما يلحقوا هل كاسا نبي وخر وركاسا نبا ويدي وحولي رسولك إله يييهن قواس كوان ديبك إيمان دون يييهن يييهن نبي الله دري مركزا النبي صلى الله عليه وسلم موسى جوابي هذا هو كحلي وما جوابي مرسى دحاد بو كحلي مركزا دحاد كذب النبي صلى الله عليه وسلم نكلي لسلمان الفارسي أو فرس كسوچين إيرانيين تا فرس كا أو فرس كسوچين أي النبي أو أكتي سفرني النبي كحنت صلى الله عليه وسلم كذب نوح النبي يقولي لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء هادو إيمانك حديقه أورك ليلا هل كهادو إيمانك جوجي لهي نين كان سلمان دتكو كسو جيدو ركم ده با قاري لها ابو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل كاس إيمانك أوراسن لهاينو أي أدونا لهاين بقوة النبي صلى الله عليه وسلم مركا ميشا حديثك مركا لفيري وحا لقوة ده يعني إسلامي ده أمده كلا عربت مويه ummadii kale diinta soo gali doona ee ka dambeeya arabta ka dambeeya waxa laga wada wa aakhariina minhum halka waxa soo galaya ummadaha dambe ee marka diinta qaadan doono dhan ila nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam risaaladiisu arabku ma ekeena caan bay ahay ali undirakum bihi wa man balagh yaani wax weeyaan inni rasuulullaahi ilaykum jami'an risaaladiisu caan bay ahay saafara marka maxaa arab kaliya loo magacaabay ummiyiin loo magacaabay لأن فضلك يا أبالك يا ديراتك إياك إلهي كله يهي ومدى إنت يدك له وكحي الديري هاي الرسول كيف كان الشيء لقد قرآن كسو دقيبا لقد وديا أيهو كب الله ودي سمارتي سيداس دراتي سي قوني أو النار لوسي إياك ساس دراتي بامرك قوني لوغو شيء معنا وآخرين لما يلحقوا لبطف منهم تاسي مرك وآخرين منهم لو تفسير واحد إلا إذا ذو آخرين كوكله أو منهم أميين تكمدا ووحي نقول يسمك حربها حربت كله سو إسلامي دونت أميين تاع مرنا وحل رهيا وآخرين كوكله كدول منهم كوا كدول كوا هور كدول وحي نقول يا المرك وحي عن عربه يعني حجم تاع سو إسلامتي حديث كسلمان الفارسي بانه معناها هذا بحوشني كوا سلما يلحق أن سو قارين بهم يجا أن هليلينو كوا هور مين قارين أو ماذا أما الزمن كودي وش وقت مين سو قارين أما حق مرتبة يا درجة يا هورين تكو مين قارين كوا هور لأن يعني صحابة دين تقات وماذا دين تقاتتي وقت جي النبي جو دين تقات وباهني تدنا وباهني حولنا وباهني سيدي لوكال هوريو دين تلوكال هرقاتي والله فيها سيد غالبك لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رجي هرهي مركي نبي مصابح قرب استاني وحي دب أهام مطي ينين دب كي مركي دين تحيوكي ستي سوق علي مسكم يلبي جوغا مرك لما يلحقوا كواس قاري ميزان ويبا مين قاري كواس لما يلحقوا أن قارين بهم كوا وهو اللي العزيز والحكيم ذلك فضل الله وفضل إلهي ذلك حقا يقول نقول إيسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن يعني دتك أو دين تبرئ خذ الآخرين أيه خذ ظاهرين أيه قل يهان كقاتي لصو دري وحاسو روا فضل دارات سين إلهي وي الله نعيد دونو سياح حضر كيسا مركي نبي هو دين تليم كوي أقول دواي أدي ردي أها أيا إلهي دين تيك قديم يهتي من يشاء أبو ملك أدير ملك إكتم ملك صوما رجل الله تعالى بأودرنا النبي صلى الله عليه وسلم أدير ردي بكم إذا أبو الله بيو رجلها بأودرنا هو إيمان كيسة جاي رج إيمان طون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت أصو كن كذبنا إيمان كي مسيلة أنت أصو مسافر نور أقول حيسا يعني مكان النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم يا الله لقى الرومانية عالم كادرافت يسال لقى الرومانية مرك إلهي عيدو دونو سين وقيب إلهي وحب يراتيب هو أهي
شقة كلها ما يؤتيه من يشاء. أذيرك أبو طالب ولي محمد نولش الدفاعي وقرب تاقنا واللوم مرواي والرميسنا دين تنمي محمدنا إلى حق تاقنا أي الرمي واي ومرك يقول بيسا قال لما قلت عمري قيسان النبي يقرب تاقنا صلوات ربي وسلام عليه. مركا وحن إيمانك وحو يؤتيه من يشاء ويو الله قيب يعدو دون السين يعدو دون الوقت قدنا لكن عدو السيين وحوك السيين بفضله عدو كقديين وحوك قديين بعدله أشاء الله كبر أرقام عدو كقديين إلهي ما ظلمين عدالتي سويحي سوبك عشد من يستاهلوه من الإيمان كالقلين كرماه كان السيين ما أهوان مطي حبا يشميه وفضل إلهي إيراد إلهي كوب التفضل واحد سيدا سويا يأتي يؤتيه من يشاء والله ألا نذو الفضل مثل إيراد صاحبه وفضل صاحبك والعظيم أوينا إنت سيمرك لك سوى الله أي كذب وحل قد قليا لمنك الذي يجري أهل الكتاب قارهان يهودا سيدا يقول الله من كتاب كي توريدها يضو أي تاي معناه يعني وتشدده هذا الك يجعل وها القبصنا يجعل قصده أصعبها لكن إن جعل ينصر بيبيا هذا الكل نقول نور دعيا ومعناه دوحة السدة توريد أي أولاد نقلين هؤلاء نقل من القرآن سي أولاد نقلين مثل الذين كوي صفضوا دي حال كذا حملوا لحم بارسيي التوراة التوريد لحم بارسيي ثم كذبنا لم يحملوها عن حمبارين صفضودي حال كود وحوي كمثل الحمار دمير صفدي سي حال كسو كلوا دمير كاسو يحمل حمبارسا أسفارا كتب العلوس بحمبارسي كتب بئس وحاق حمادي مثل القوم قوم كي صفضودا الذين كواسو كذبوا بيني بآيات الله إله آيات كيس بيني صفضودي حال كود وحمادي والله ألنا لا يهدي مهنوني القوم قوم كما هنوني الظالمين اي ظالمين تاه معنى هذا هو التوريد بل حنباري وحلقة ودا مسؤولية دينة التوريد قادانا بألا ساري حنبارا ليلي التوريد مش كتاب التوريد حنبارا قادة رمية برتا كرقمة فافية يا حفظية كتاب التوريد مسؤولية ديسي بألا ساري توريد وكتابك النبي موسى لغو سودكي علي وعلى نبينا الصلاة والسلام وأنا كتبت إلهي سودكي قرآن ككذب كتابك أبوي وعلي لأن إنجيل لما يستير بيوه هاي توريد وحن بيكبت بدش لكن كتابك أبوي وعلي توريد مركة لغاية مادة قرآن كتابك توريدها مسؤولية ديسي مركة قادة ليلي مينا قادة وإذا يحان مينا برانين معنيه بالليحيين وي تحريفيين ماينا اوهيلين وماينا فافنين مسؤولية دي سميس قادم كتاب كينا ودحيا الله الله وكان يبرك الصفات ودي تلمان تودو سيدي دمير وكالي كتوبا حمبارسان دمير كا وحا ميثالية تسال الله وصوقاتا حيوانات كا مركا لغا هذا كا او دقون سن دقون نمدا حيوانات كا مركا لميثالي لي وحا لي لهذا أبلد الحيوانات ودمير marka waxa laga wada waa doqomo macasiya ah oo qiimo lahayn sida dameerku kale waa waxba ma fahmayaan maxay yeelay culayskii kitaabkan waa wadaan oo way sheeganayaan oo uu dhex yaala oo ay ku abtirsanayaan hadana madalka ma intifaac sanayaan sooma waxay la mid tahay dameer kutub culus saaran tahay oo waxa kutubta ku yaalana aan ka warheyn انتفاع قوذينا كما قنطا ليب قوذي وحليس قوذينا ساري هذا برسل لك كتاب أدورتو حليس كيسكو ساري وحكويا لنا آدم فهمين آدم كل رقمين له انتفاع سنين وحمل آدم هذا كالكو سنين معنى وحلقه وضا حليس كي توريد وي وضا عذاب كيدي سؤال شيدين وكو إيمانيا انتفاع سكيدين ما انتفاع سنين منا أين فهمينك منا أين رقمين. طيب أرنكا إساقا أمركا صفادا سواسفحن آيادها إله إلا بينيو قرآن كي محوا هاي توريد لإليحيو معاني دا لدوو لقن كي لغتاقو أرنكا سوا
وأتلحم أرن حب إلى كتب الله تبارك وتعالى أرجع سمرك إن قال إنه جد جاي إن قال واحد لين ليه هدي أي قلدي ريت توريت أي ساء ولد نقمين كتاب كتوريتها إذن القرآن ساء ولد نقمين صفاتها هنها قادمين مع على الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كوحان كجب حينا صفاتا دمير نمضى وحين كجب حينا القرآن كورتين أنفهنه هذا أيضا القرآن كفهن سنين دمير كتاب سارية هبات صوما أول وفهم ساس ترد بقى مدى السلف ك المفسرين توحي مريا وحال جودا فهم كي كتاب كل جت وقف سو قدم ما قدم كلامه فهم كوحا كذا بقى إنا تقول رقنته أو كتابك عقيدة هذا قلب كاجا رقن كاجا رقالة هاجا دولة هذا رقاق كاجا قري كاجا كل إنه كتابك كمامله الدين لجواي فهم كي كل رقن كينا لجواي كتاب كينا أشجعنا سو مسلم بارها القرآن كان رميسنا الله ده صفة هذا هو صفة اليهود دمير كلهم بيتاري وقلاته وعبا كوتا رميس مركا أمدني محمد بان هاي يعني الصومالي بان هاي إيو وان عصا هاي وان مدوبة هاي وعبا كوتا رميس صفة وطا فهن كل رقن أديك للدمير باتا وكتب سارنت مثل الذين كوي حال كودي صفة هذا حملوا لحم بارسي لحم بارسي التوراة كتاب كتورة ده ثم كدبنا لم يحملوها عن حمبارين كتابك وان قادم كمثل الحمار ويحال كود يصفده وضو دمير صفدي سوكله ويحمل حمبارسا أسفارا كتبه ووين بو حمبارسيا وحلس يعني حلس كينا وساريا هاي انتفاحين وكمقيا بيس وحا حماضي مثل الذين كوي حال كود كذبوا بينيي بآيات الله إلهي أيديه سبينيي وحا كمذا بينيتا أي بيريين توريض وحا قتالا نبي نبدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنجيل نساسي قتالا مركي كتاب كي أركان انتي هرار لو واحد إسلاحي نبي كان وحلقة سوصاري دون ريب الإسرائيل مركي لقى سوصاري عرب وي أركان رسالة دي سلسلة دي رسول نمد يسوس وكت ريب الإسرائيل إلي وريكتي أي مركي حسد قادم ويلاد سيبي عرب ووريك وحي كتاب تتوسي سي إكوتا لتوريدي إنجيلنا وحي بدلالي وحي معناها اللي حيام بيكرية مرك وحي وبين تاو والله ألا لا يهدي مهنون يا القوم قومك الظالمين إيه ظالمين تاه قل وحتى لا ذنب محمد سيدا إيقوا ودقنك حلية تلمانتا حلية أيها ذنب في نفس الوقت وحي ليه جرين نحن أبناء الله وأحباؤه أنك إلهي حرورتي سيوان هاي وانا نتشعل يهي أدوما ذكالنا وانا قدرت ما سيدنا الله يدو كدرت يدو كسيدنا وعلى ليه مرك قل له حتى هذا يا أيها الذين كوا هادوا يهودوا يبوا كوا يهودوا يبوا أي يهودوا إن زعمتم هداد شيكتان أنكم إذنكم أولياء لله كوا إله الحقا إناتهين من دون الناس ذاتك سكضوا ذاتك إنتو ذاك لإنا لله كي حكتان هداد شيكتين فتمنوا شعلادا الموت الجيردة إن كنتم أداتين صادقين وكوروا شيئين أداتك إلى الإلهي كحكتان وإذن كتشعره أدركوا الشيئيسان قيريتش على هذا ما بتسكر لمتان ولا يتمنونه قيري ذا ماتش على نيان أبدا وليه بما قدم ذوحي هرمر ستي صوبتين أيديهم كعمه ذوحي هرمر يه والله علانا عليم ومد أغان شبضا بالظالمين ظالمين توأوجه قل وحاتر هذا إن الموت قيري ذا الذي كاسو تفرون أتحرسا منه حجسا فإنه إسوى جيردي ملاقيكم ومد إذن لكل ميوه أما حرر أما حرر جيرد وإذن لكل ميوه ثم كدبنا تردون ولا إذن أليني جيرد كدب إلى عالم الغيب وحمقا إقرصون مدك أغان شهادة مدك أب حجس والشهادة يوحد شوق وحمقا يوحد شوق وألها أب حجسا لإذن أليني فينبئكم مركزو إذن ورميا بما شيبوا إذن كورمي كنتم هذا هيدين تعملون أكوى سمعي يعني والإذن أبا المريض ماشاني نمكا واللحو تشيني وحل ليه سميدا لإله بان حقنا وألا نتحل ووانا لدورتي ووحننا شعب الله المختار وسيد هذا شعبك إلهي دورتي باننا دانا يهوده
ummadahan kale oo dhan ummiyiin bay dhahano ummadahan kale waxay rumaysan yihiin in iyaga adeegooda loo abuuray waxaan adarkaysan hadaan hadaan kan iyo afrikaankan iyo eeshiyaanka waxay rumaysan yihiin in ilaahay uu abuurayba in iyaga dameero u shaqeeyo noqdaan oo ay u adeegaan shacabka laakiin dhulka korkiisa jooga ilaahay doortay inay yihiin reer bani israayil oo yahuuda waana caqiidada ilaahay hadda ay ku shaqeynayaan waxaan kale oo dhan waa adeegsanayna oo isticmaalaynaa طيب وحامرك الليلية واتي سورة سورة المائدة نحن أبناء الله وأحباؤه يلشي إلى إبان النهاي يقول تعالى حلالية مركة هذا سيدة تهين ويرنتي انت أي رنتي انت وحاد سميسان تعالى هذا أو عطصد إنا الدمتان تمني أن هلك وحلق وضع سيد من الكثير يتفسيرين كالمريان وحلي لهذا مباهلة إلهي واحد ويديستان إنو إذن دلو ومر كاسي كذيت كان الدنيا ذا يقبك هذه الرفات كذا آد ساقوة تكتان هديما إلهي إذن شعليه وشنده اللي ديهين إلا إن شنده نحن قالوا إذن وقت لن يدخل الجنة لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى زمين ذا شنده وحاب إسكالا بإذن يعني يهودنا يهود كريت بشنده قريبا نصارى نصارى كريت قريبا شنده إذن قالوا سوما هاساس شيكتين إلهي إذن قدت كحيقة ها الدنيا ذن كذا كم حايدين لقى مرة ما بد غيري دلبتانو سكتك دانو آخر دين يجنة دي شيء إلى هذا سحقتين أدان وتاوي زما مركه هذي رمتي انتهي وحتى الأذان إله من الدلو أدون كان في عرضه ومسألة اللي إله ذو مباهلة مباهلة وحوي أنا هبرت النوى سو مش شيء جاني سيدنا إلهي جحكته أنا هبرت النوى يا الله كان لك بين شيء جاهية حتى ما يشرب في ما كنت أذكر داني ذات كشان وأكون أذكر رواية المر لأن وعي أوجاي نيني بين شيء جاي ساسوا وحنا بيجي نكسر صلى الله عليه وسلم الحديث عبد الله بن عباس لو تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار حديث البخاري هذين مركة تمني الله يديه لها أيان إله يوم ندل مركة أبو يدم الله أيان مركة أنا نار تي أركي لها أيان ماشي كجيل لها أيان way baqeen markaa suuratu aali imran kristanka waftigi najran ee kristanka markay nabiga u yimaadeen suuratu aali imran ay ku soo dagtay ayagana sidaas oo kale toba waxa la yiri idinka xaq sheeganaya soomaa ila habaarto nabiga sallallahu alayhi wasallam qul in kana aabaakum wa abnaakum wa ikhwaakum ayati fi suratu an'am ku jirtay qul قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين حروتي نكينا تمركي نكينا سوكين كينا أهبارتنا كينا خلدنا بينا لها إلهي نبابي كالي سوك لبالي وفدقي كريشتنك أها وحي وي أغاين وحي لوريانا ورهنا بابيننا iyagana nabi wuxuu yidhi haday gali lahaayeen habaartankaasi ehelkoodii caruurtoodii hal meel ugu noqdeen way baabi ilaahay marka beentooda lagaga salgaaraya ilaahay baa naxiga soomaa deegeeri u dalbada waa dalba weyn soomaa beenalayaal baa tiin dadka beenta ka daayay sidaas wey tayib qul waxaa tiraahda yaa ayyuhalladiina kuwa haadu yuhuudoobayow in zacamtum haddaad sheegataan ama sheegateen annakum idinku awliyaau حكت إلى تين لله إله هو حكت من دون الناس دتك سكودا وألا إذن شعلي هاي وإذن كإذن حكو فتمنوا مركز شعل هذا وحط صدو ضلبدا الموت جيري إن كنت جيري دي إن كنت مدات صادقين وكور شيء ما ضلبنا يوم ولا يتمنونه ما ضلبنا يا ما نشعلان يا جيدا أبدا ولي في سورة البقرة نوحيها صماهين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين عداد آخر إذن كون لديهين غير البدر صمارت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم بإتاسنا ولتجدنهم باكدمس أحرص الناس على حياة نولل إني غير البدر إسكرداف عيد نولل نولادو أدون كلغون نولادو كجد البدر البدر مجرد حتى مشركين تنقالوا ذا يجا كنا فجأة
oo nolosha ka jeer war nin aakhara rabo ilaahay jecel yahay oo janno u socdaay adduunka saa uma jeclaado laakiin been baad sheegaysaan waa tayib ولا يتمنونه ابدا بما قدمت وحي هرمرسته دراده ايديهم كعمهود اي هرمريان حلا غودا كعمه وحاس اي هرمرسده بمعنى وحاس الروح سميه واه لانه وحا لا سميه انت بدن كعمها سميه اي وحي سميهن با لا غودا وحي هري او سميهن سببته او اسغرانيان او سوغيين تا درتيد بينه او دلبنين غيري حوارنا او انه او غلين ان كنت محوها والله اننا عليم متك اوكسو وي بالظالمين ظالمين تو اوكسو يي او ايغاسا لا غودا معنى قل وحاتي لذا إن الموتى قيردا أتكعر الرسان إلا إذا كنت كرواي إصوغ الأحبار كذا ويديست إلا إذا كنت كرواي أما تشوغ أما هتشوغيني كل يكل يواد قيريوني سا هذا هو تعدرات قل وحاتي لذا إن الموتى قيردا الذي كاسو تفرنا أتكعر الرسان منه حقيسا فإنه قيرد ملاقيكم وامد إذ لك المية لقد حربك يعني جيريد وحي كتاه اللب صومالي كان وحي كتاه ددك ساسي مركب حقا يعني سوق بنين فإنه إسقوا أو جيريديا ملاقيكم إذ إذن لك كل ما يأو جيريديا مركب لقدهم بلاه يسكو ديدا يا بيك متاه صومالي كان وحي جيريد و و و و ددك عربي كان وحي كتاه اللب وحي كتاه سداس مركب نوز فانتان ثم كذبنا تردون والذين حلين يا إلى عالم الغيب وحمقا متك أكسن والشهادة وحجوك انتبا فينبئ حق سالدين حلين فينبئكم مركاسو إدين والرمية بما كنتم تعملون وحد سمين شرتين هل كاسا مركا أبالكين الذين مرندونا واجد إذا كان لي حان كريوة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله هل كان لوحوي وحلقها الله يا صلاة الجمعة يا أيها الذين كوا آمنوا رميهم إذا قرتي نودي للرواق للصلاة صلاة للرواق من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة ما لدي الجمعة هذا الحدث صلاة مركة الذين كوا فاسعوا صعدة آداء إلى ذكر الله ذكر الله ذكر الله حق سآداء وذروا كتغى البيعة وحق ذدة إيبك يقنعسك كتغى ذلكم كي الناس أي خير خير لي أما خير بدن لكم إذنك إذن خير بدن إن كنتم هداتين تعلمونك ووحوك فإذا قرتي قضيت لقوده أولا رميه الصلاة صلاة مركا رميه فانتشروا فلا وفافا وباها في الأرض لك كفافا وابتغوا الرادية من فضل الله إلهي ديراتك سنة راتسدا واذكروا الله الله حسا كثيرا إن بدن لعلكم تفلحون سيادو اللي بانتان صلاة ده مركا لو آدام وشم حظا وآدان كي وآدان كا إمامكم مركو من بركا كفرستو آدان كلا آدام هو هل كا آدام بان وقتك النبي قال لتشري تشري صلى الله عليه وسلم وحي يقول مركو دقي لبا آدان مجرن شو صلاة ده شم حظا آدان كا أي كان ليسو مركا وكاه حكم كان صوص صحيحنا وقوله كسب سيئه وآذان كاس مركو إمامكم من بركة فوله خطبة أو من بركة فوله آذان كرعي ويك حكم كسب سيئه أما آذان ككلا صلاة وحوجا كهر لآذان سجد قاركود آذان كاس وحاكيني وصوت الرسيي الخليفة الراشد عثمان بن عفان وقت جيسي وضد كبتين أي وحو صوت شيء مساجد ك codka inay dadku maqlin baa laga yaabaa suuqa dhexdiisa magaalo guri ku yaalay oo guriyaha magaalada marka ugu dheera korkiisa ayaa la fuuli jiray halkaas marka muadigu ka aadami jiray si ay dadku u dareemaan salaada inay soo dhawaato kadib marka minbarka imaamku fuulo aadaankii nabiga la aadami jiray marka aadaanka marka waxa keenay Uthman haaje iyo baahi buu u keenay kama amarka aadu ka hadlayso marka laana quraanku wax dib ka yimid ما هو المكان اللي وحي مركي النبي قد جري وقتك صلى الله عليه وسلم كاوي ملك مركة حكم كحرية هاي آذان كمركة لا آذامه هي وما أنت شو محدا وحد آذان إلهي ذكر جيسا فسعوا آذوا أرض ما أرض ودك دك ما لأن صلاة مركة الله صحوا النبي هو دي ذي إلا أرضه إلا دك دك أنا والد دي ترتيب الصعود يقول صلاة مركة الصعود
marka fascawda ma aha orda oo degdegay waxa laga wadaa aada oo taga waa tayib aada waxaad aadaan dikriga ilaahay aada dikrigaasi waa salaadii jumcada iyo khudbadii iyo wixii ku saabsanaba aadaanka markaad maqashaan dhaqaajiya dikriga salaadii cibaadada aada beecana ka taga ganacsiga iyo waxaad kala gadanaysaan iyo beeca iyo shirahana joojiya ayib oo salaada aada beeca iyo shiraha waxaa la mida wax kastoo lagu mashquulo mashaaqishan adduunyada eed haysataan oo dhan ama wax iibi ama xafiis fadhi ama muxuu ahay hawl kale hay waxaad haysaan oo dhan intaad joojisaan soo aada masaajidka oo khudbada iyo salaada soo aada halkaasaa marka culimmadu waxay ka qaataan xilliga aadaanku dhaco ilaa salaada jumcada laga baxayo wixii beec iyo shira iyo mucaamala ee dhacday waa xaaraan kasabka ruuxa ka soo galana waa xaaraan way isku waafaqsan yihiin waxaa la isweydiinayaa caqdiga iyo heshiiska wax lagu kala qaatay ee waqtigaa dhacay ma burayaa mise caqdigu wuu asaxayaaye dembi unbay ruuxdu ruuxu galay xagga caqdigu ma asaxay mise ma asixin khilaaf baa ku jira bayna alfuqahaa sida saxiixana wax wey caqdiguna inuu baadil yahay waa laakiin xoolaha iyo iibka waa xaaraan waa la isku waafaqsan yahay inay xaarayn halkaa marka waxay tilmaamaysaa goorta salaada jumcada la gaadho aadaanku dhaco suuqyadu waa inay xidhmaan ganacsigu waa inuu xidhmo dhaqdhaqaaqu waa inuu xidhmo waa in jumcada la soo aado wadaruu lbayca iibka joojiya saasaa idiin roon dalikum khayru lakum idinka haddaad istiraadeen waxoogaa kastan baa ku dhaafaya iyo shilimo yaroo ku soo gelayaa wax ku jira war waxaasi macna ma lehee khayrku halkan weeye halkanaa dantiinu ku jirtaaye soo aada waay dalikum khayru lakum waase goorma in kuntum taclamuuna haddaad ogtihiin waa haddaad waxgarad tihiin waa hadday waxoogaa shilimadu idinla weynaadeenna waxgaradba ma tihiin sidaas way macna iyo ganacsigu hadduu idinla weynaada salaadii soo lama dhihin beeca joojiya waa laynoo diiday soo ma waa layna soo xanigay salaadii waa tukanay weli ma xanibnaanayna may meeshiinni ku noqdo waa salaada haddaad dhamaysataan waad fasaxan tihiin dhulka ku baaha mid wax beerta mid wax xamaasha mid muxuu ahay wax gada mid xafiis fadhiista adduunyadiina raasada waa midda laga wado wabtaquu wabtaquu min fadli illaah fadliga ilaahay muxuu yahay waa arsaaqda aad helaysaan waa arsaaqda ku soo gelaysa iyo kasabka aad kasbanaysaay waa fadli alla waay waa wax ilaahay ku siiya soo maa marka taa raadsada waa dhulka kala aada kala baaha shaqaysta saas way macna laakiin waxaa lagu daray marka aad shaqaysanaysaan ood ganacsanaysaan oo aad xafiisyada joogtaan ood beeranaysaan ood xamaalanaysaan xuska ilaahay halmaamina wadkuru llaha kahiiran ilaahay xusa oo waxaa la warabaa adoo adduunyadaada wata haddana xuska ilaahay ku dhex wad alxamdu lilah subxaana allah laa ilaaha ila allah laa xawla walaa quwata ila billah maxay ku yeeli goorta kastan kuu soo istaagana waxoogaa yara hakad geli ma garatay waxaaga iibso haddana bismi illahi dibilow alxamdu lilah laa xawla walaa quwa subxaana allah wadkur llaha kahiiran waa liibaantu wataa liibaantaadi wataasoo adduunyadaadiina kamaadan tegin aakharadaadiina maada u dayicin oo aad ku dhex wadataa liibaantu wataa marka adduuniya aakharaba wakaa liibaanti yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyow idaa goortii nuudiya la yeedho oo loo dhawaaqo lisalaati salaada xaggeeda min yowmi aljumcati maalinta jumcada dhexdeeda fascaw aada oo socda ilaa dikri illaahi dikri ilaah xaggiisa u socda wadaruu ka taga albayca ee iibka ka taga iyo wax kala gadashada daalikum kiinaasi ayaa khayrun khayr badan lacallakum lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddaatiin taclamuuna kuwa wax ogo wax garanaya faidaa goortii qudiyat la gudo la dhammeeyo assalaatu salaatii oo imaamku salaama naqsado waay tayib fantashiruu faafa oo fida fil ardi dhulka dhexdiisa wabtaquu raadiya min fadli illaahi ilaahay fadligiisana raadiya oo waa kasabka ilaahay arsaaqdu idin siinayana raadsada wadkuruu llaha alla xusa kahiiran in badan lacallakum tuflixuuna si aad u liibaantaan
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. آيتان يحيكو سابسنتاي لحظة نبي كقول عليه صلى الله عليه وسلم أسوغو خطبة أتهاجن وخطبة إليه أيا وحا صوي يري ماشي اللي إله دو مكة ميل دلك كبح مينة هانشري وحيكون ولاي سفر مرنا الشام بيوسف ريتشينين وبدا هذا كسو بدا حيسن جيرين مرنا يمن بيوسف ريتشينين وكسو بدا حيسن جيرين هل كاسين نولوشود كوات سورة كهذا شيء لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف وحقاقي تشيلال كي أكل سفر جيرين مركا مركي سفرت بدا هذا وضع أي صوصة حتو مقالة سوء قليس دربان باللوك راح جيرين سيد مقالة اللوك يسير aya durban loo garaaci jiray safarti badacadi ba tabiday safarti wa soo gashay ayagu markan nabiga dhageysanayo khutbadii socoto ayaa safarti soo gashay durbankiina loo garaacay ragii khutbada dhageysanayay waba kuwa waba yaayba garasiga iyo durbankii baa lagu yaa nabiga iyo taagan oo khutbaynayaan waa laga kala tagay 12 nin baa ku soo haray nabiga sallallahu alayhi wasallam sida hadith saxiix ah maamay arrinkaas markaa saxaabada laga waaninaya وللي ورثة واحدة كان نقدم وإذا قرتي رأوا أي أركان تجارة مركي أركان جناس أو أمسي لهو أي أركان لهو حيار لقطة حيارته لهو كان واحد لقوا ده دربان كي للسعودية جناس تجارة أو بدأ عادي أورتو وديوا انفضوا هذي لوضع أركان انفضوا ويكلت هجين إليها حق هذا وكلت هجين ويا عيال حق هذا ويا عيال طيب أما ويا عيال وتركوك وين كاتج النبي محمد قائما حالاته متاجن هذا من بركي تاجن وين كاتجن بحيم يكوي عين قل وحات هذا ما عند الله وحي الله اكتساء أشرك يوناك يشنذ يرضاها خطبا يأتكو قاري سان خير كان أذفر لدين ما عند الله وحي الله اكتساء يا خير كخير بدن من اللهو عيارته يوحى لغداه دربان كانت كوي عدين ومن التجارة يقنعسقا وذي عدن أتكوي عدين وحد كي عدين باك قيمة بضن والله ألنا خير الرازقين انت وحي رزاقه وخير بضي هداد فردين الله هيدين رزق إذن مردافين خد بضا هداد لما يزال الله هيدين أرزاق ذي الله إذن مردافتين وحد كوي عدين يا وحد كتكتين وحد كتكتين باك خير بضن ساس دراتي دوا نوع عنانه وحلو عنانا يا سيد وقت تكتين النبي وخذوه تاعي صلوات ربي وسلام عليه أذوي يا عدين هوا شاس أذوي يا عدين ويبعنا حلقة وذا مركة حديث كمعناها تلوما إن هذا الشيء كإني بخاري مسلم وصو صار من حديث جابر وحلقة وذا مركة واجبات كدين تاع مركة تاعي هي الدنيا كدورنا عيار يا معنى الآن يا فدي كدر يوم لهوي إسكب ده حتى الدنيا ذا حلاشة واجباتك دينتا هذا حق دوران دينتا هذا هورماري أخرادا هذا هورماري تاسا وحي تهراس مالك مهنكا ومنان تاليه تنك لسوما والله خير الرازقين ويو دمانت بالغسين الله وحو كو قرئينو كسين تاسي كمحيدنا خطبان كعر رأيه وان داهي وان صهر مرأيه كمحيدنا والله خير الرازقين وحو كو قرئينو كسين مركم تي إلهي دمانت قادمين بيتالاي تن دين تادي آخر هذا كده دال بالوري. أنت سوحة كويك سورة الجمعة سورة المنافقون أي سورة الله إلى هذا معناه إذا نواد كرن كرتان وموضوع قوم المسنة كهل ليس هو منافقين الكاسة ما قلت هذا لقب هي طيب بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك إذا قرتي جاءك أي كوي وكو إذا قرتي جاءك أي كوي مدام المنافقون منافقين تمركي كوي ما دان نبي محمد قالوا حدايا نشهد وحنقلنا إنك أذب للرسول الله رسولك إلهينا والله أعلى يعلم وأجيه إنك أذب للرسول رسولك سينات وأجيه يتأخذ الكبتشري والله أعلى يشهد وحقريا إن المنافقين منافقين لكاذبون دين عليال إليهين وحي كتب سورة دني نبي صلى الله عليه وسلم منافقين تو أفكنا وحي كشي غنشر النير وميسيهين قلبي قودنا
qalbiga gaalay ka ahaayeen oo way ka diidanayeen carabka waxay ka sheegayaan oo rasuul ilaahay baa tahay oo ay ku dhaaranayaan beentood waay usee beentood ku tahay afka waxay ka yidhaahdeen rasuul ilaahay baa tahay rasuul ilaahayna wuu yahay beentu xaggee ku jirtaa marka beentu waxay ku jirtaa afka waxay ka yidhaahdeen iyo qalbigooda waxay ku jiraa isdiidan soo ma sidaas daraaddeed baa alla wuxuu dhex dhigay hadalkoodii baa waxaa la dhex dhigay hadalkii socday baa waxaa la dhex dhigay wallaahu yaclamu innaka larasuuluhu hadday rasuulnimo sheegeen inaad rasuul tahay taasi ilaahay baa ogsoon yahay oo iyadu yani wax weya waa mafruuq minha masale meel taallo waay laakiin ayaga hadalkooda iyo qalbigoodu waa isdiidan yahay saasay beenaalayaal ku yihiin beenaaluhu waa lamidoo hadalkaaga iyo waaqicinu iskhilaafsan yahay iyo hadalkaaga iyo qalbigaaga wuxuu ku jira inuu iskhilaafsan yahay labaduba waa been macnaha wey طيب إذا قلت جاءك أي كوي مادان المنافقون منافقين تكوي مادان قالوا وحي دهيا نشهد وحنقرنا إنك أدقل رسول الله رسولك إلى إناته والله أعلنا سيؤد كيان فيري نشهد وبركاتك أي قريتان إنك وتأكيد أدكين للرسول الله لا أمت لقلين وسي أدكين وحاصر المحاكم كلفة نارتا يوحاصر بين تاكينيس مربع هذا السوين وقلبي يبيك شيريس boqol dhaaroodaad ku kabi waxaas leeha lagaa rumaysa wallaahu allana yaclamu waa ogsoon yahay innaka adigu la rasuulu rasuulkiisi inaad tahay kii u soo dirsaday wallaahu alla yashhadu wuxuu markhaati furaya oo qiraya ina almunaafiqiina munaafiqiintu la kaadibuuna kuwa been sheegaya inay yihiin beenaalayaal inay yihiinoo qalbigooda waxa ku jiray ka been sheegaya ittakhaduu waxay samaysteen aymaanahum dhaarahooda ayay junnatan gaashaan ka samaysteen fasadduu markaasay jeediyeen dadkii can sabiili illahi jidkii ilahay bay ka jeediyeen innahum iyagu saa'a waxaa xumaaday maa kaanuu waxaa ihi yacmaluuna kuwa samaynay dhaarahoodii bay gaashaan ka dhigteen waxaa laga wadaa soo nebiga markay u yimaadaan uma dhaaranayaan oo muslimiinta uma dhaaranayaan oo de qalbiga ilaahay baa ogay laga rumaysan maayo tii iyada ahayd bay dhaartii bay waxay ka dhigteen gaashaanay isku difaacaan oo ay naftooda ku ilaaliyaan xoolahooda ku ilaaliyaan gabaad ka dhigtaan ay isku dhowraan bay ka dhigteen iimaanka beentay sheeganayaan iyo dhaarta ay dhaaranayaan bay isku ilaalinayaan sida gaashaankaba laysaga xijiyo waxyaalaha hubka iyo wixii ku dhibay leanna haddaynan saa yeelin la waa gaalo sooma qalbiga gaalay ka yihin muslimiintay ku dhex jiraane maxaa xoolahooda in la badbaadiyo oo naftooda la badbaadiyo oo waxooda loo ilaaliyo ooay muslimiinta ka guursadaan oo axkaamta islaamka lagu socodsiiyo intaasoo waxa maxaa keenaya calashaani waxaa keenaya iimaan bay muujisteen isagii bay gaashaan ka dhigteen way ku gabadeen gabaad bay ka dhigteen kaasay ku gabanayaan marka masaalixdooda adduunyaday ku ilaashanayaan way macnaha tayib ittakhaduu waxay samaysteen aymaanahum dhaarahooda ayay junnatan gaashaan ka dhigteen ay danahooda ku ilaashadaan oy ku difaacdaan fasadduu markaasay jeediyeen dadkii can sabiilillahi bay ka jeediyeen maxaa laga wadaa islaamnimada ay muujisteen ee beentay ku dhaardhaaranayaan bay dadka qaarkood ku kadsoomeen markaasay dhaqankoodii waxoodii run u qaateen markaasay fursad uga dhigteen munaafiqiintu dadka noocaasa inay diinta ka leexiyaan dad baa ku kadsoomay marka qur-aan usheegsan suuratu lmujaadila soo maaya iyadana ku soo marnay fasadduu can sabiilillahi muslimiinta markay sidan ugu dhex jiraan waxay ka shaqaynayaanba waa inay dadka diinta ka leexiyaan iyagoo gabaad ka dhiganaya dhaartaa beenta iyo iimaankaa beenta ay sheeganayaan innahum iyagu saa'a waxaa xumaaday maa kaanuu waxay yacmaluuna kuwa sameeya daalika arrinkaasi oo camal xumadoodu thaabitun mid sugan waay biannahum sababtuna waxay biannahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen uma kadibna kafaruu ay gaaloobeen fatubica markaasaa la awday calaa quluubihim qalbiyadooda korkoodaa la awday oo fahum iyagu laa yafqahuuna waxba fahmi maayaan yacni markii hore iimaan bay qaateen way islaameen iimaan dhabay qaateen kadibna iimaankii bay ka noqdeen oo way ka ridoobeen si qarsoodi ah iimaankii nuurkiisii iyo wanaaggiisii baa qalbigooda galay kadibna way ka baxeen markay iimaankii ka noqdeen kadib maxaa dhacay qalbigoodii baa marka la awdayoo ilaahay wuxuu awday meelihii qalbiga wax ka geli lahaayeen oo dhan marka dibdama u rumayn maayaan qalbiga
يعني وحويان طبع مركز لغو سمعي حمانتي كتشرتين كبح ميسا ومنافق نمضاي خير كرك يميد إيمان نقلي مايو قلبك مركز سال الله ضبع لمحن قنا يا مركز فهم لا يفقهون مركز وحبا فهمي مايو سيدا حولها النور حولها لنقضة سمارك يدور جوكتا سيدا إن هذا الكاغة أفهمينين وكلين أفهمين وحوكو قادة المايو لأن قلبك وحلقا قادة لها وح فهمي لا سولما أودي هدين لا أودي محفهم يا نور فهم لا يفقهون حفهم مايا طيب هل كاسي وحو تلمامي مفسرين تقار كم إذا الرأي أي مريا سورة البقرة باللو كذا وكقرآن بن آدم كصدح قيب ودو قيبي قيب وضد مؤمنين وصفاتك وضو حلوشة باللو قيب نواقار ذا قال لماذا وضو عد هايو آيدك حيث تلوشة قيبنا ومنافقين توالبيب كإسقرين هايو حقنا تشرين حقنا تشرينو وكاللغو الإرادة يصدح يطمن آيادوه محوها هاي سورة البقرة باللوغة هذا على استواردك واللغو عدين يشأن يقول واللغو الإرادة قول هذا إيادة مركة مركة لقاها اللي وحالة المامي نورك إلهي سيي انتي انت افتين صدين هدنا افتينك إنو كدبي هل كاسي مركة محالة قوضة ما انتي نورك إيمانك قلبي قوضة قلبي كان نقضين مثل نورك وما قلنبه ابن كثير يقول يا هلا رجح يوحي ليه ما يوي رميان كذب ابن وي كان نقضين آيضا يسوق هذا يا مركة ذلك بأنهم آمنوا وي رميان إيمان ربي ليه مادين كذبنا ثم كفروا وي كان نقضين وي قالوا بين فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون مركز وحويان إنهم إلا كلان عامي بل هم أضلوا حولوك لين نقضين عفهم ما يفقهون طيب هل كاسي وقضبه قلبي قد وحليه ملك حريق وإذا قرتي رأيتهم هذا ركتهم منافقين تعجبك وحاكو عجبين إيسا أجسامهم شرركود شرركود ياكو عجبين إيسا وذو بوغي سوا وإن يقولوا هذي لهان ويحضلان تسمعوا الدقيسا لقولهم وراغضوا ذي هذا الكود والدقيسا كأنهم وابا أيغو سيدي خشوب القريق وكلاء مسندة أولى تيرتيري أو درب الوتيري يحسبون وحي ملينا كل صيحة قيلت كستا وصويلة عليهم كركوضة إليتا أي واقعة عليهم كركوضة إليه كل حيسي موضين هم أيها هم با العدو عدو إيه فاحذرهم إسكتشر وكدكتورو عدو هدو جر وكواسي قاتلهم الله الله اللحنة ديه أنا سيديبا يؤفكون يعني وحو إلو اللي حيني لو قدين يا أما لو تشيدين يا ساسوي معنا حقا سيل لو قد ويايو حق الله وتابلا يقول عليه طيب هل كان يدور شيء بأن يسكو داري لبا أرمو دوال لغو السفيه شير كودة سيد ووية اللو شير ووين وانتو ليقه أديابس ورتو إليه وقال قلوا انت اللي لقيهن وادياب شركه وين دنك كلنا بافتهنوا وهضي هضلان كبر دقائق ميسي ودقيسن صوما لكن شركه وين يا افتهني مدني وحكي شر مره وقلفوف وحكي شر مره وحالويري وحاد مودا شركود السود هو ويه سيدي جيدو أما ألواح أما قريلا تيرتيري أو دربي لغو تيريو كلاد مودا انت هاسي واح ويان لنك أمركة كفيرس وحاد سليه والله يكون يكون يتيريو واح لورد يكون ممال خاصو صوك المركة قدو هودا يمو فلين نمدو هودا قيلا حتى يصوير وحي يسليه بلا إذن كيدي بسعوتا ها شنقرير هذا نعم والله هو إذا كان إذا صعد بناي وفلي نبذ ذلة المامية هي قيمة لها أنتم وأمد الله بعده محوها هي الله وحو كتب ما بتبارك وتعالى يعني إن أي عدوهين عدو هو يجب ربي تبارك وتعالى مركة في رسول شرك قروح ذا بدن هي أفتح النمذا هي فلي نبذ جذها قيمة درد جذها كجت شرتاي وصورة هي قلفاف كره أو جودها وحبك كجت شروان
وحي دادك كتشي ذنيا واتشيرك نقول حسان إيه أفتها النمذا لكن بني آدم كو أفتها النمو إيه تشير قول حسان هو وين قيمة كمية شاه بني آدم كو حقيمة كوية شاه محي وحقيمة كوية شاه صفات كيسو قيمة كوية شاه كيس النمذا ديقس النمذا توصنانتا قيمة بني آدم كو هالكا صوما هتشير يرادو هتشير وين آدم أفتها ناء هذا يوسن هاني لكن قيمة بني آدم وحكم وحكم ماذا وقيمة كل هي وصفات كيسي أخلاق كيسي عقيدة كيسي نقل كيسي سواء تاوى كما رأيه المرأة لكن قل فوف كرون معنى لهينو هو أفصني أما كسر ما يسمي ليهينو شدوا وين يأفتها لما لو يقانا انت أزار ربك شيء تبارك وتعالى مركي نكو كذيني وعدو قيمة نملي إيه وأنبان عدو إيه اسكتشر بالي نبي صلى الله عليه وسلم دقنين تلليه منافقين تسكتشره نبي قال لو تشيدين يا لكن أمدي سنة ولا قولا أمدي النبي محمد أوي منافقين إسكتشرا عدو هدو تشروا إياك قال هذا إياك كعدو سنبال لي سي عدو كوين عدو أني مدو دو حيو كدر انتهي قال كا قوب معينة تسكوه ليسان وقت معينة لو تسيه ليسان وات كلفوت قادي سان صوما أما كعد كو أما نبها كو قارسي لكن حد هركا كلفوت قادي منافق لكن هو كله جوعا. كام الصوغ نسيت قال كوكا قال كبنام كاتجوا سكيل علي حدود هذا من صوغ عليه مدير مكو صوغ عليه تاتشوس كيسي واد واد كده حتى لزوما واد كرنا زاي. لكن منافق كله تكره. إنسان كوكا كله شرا. الجهاد كمر مر كور راعي. الدولة ده دي كترسة. المدح وينها قوة. الوزير كقوة. سمعت. المتعلم كقوة. الأقوياء كقوة. الشامعة كقوة هي. افتهنك ايه كان شيء صومالي ايه فلان ايه عربك هذا سادي هذا مع ذلك اساقا كدر ان كان قالك سرت هذه ونحفر ليه وحوك مقرصونا دقال كيسو هالمرة وليس هلما يهي ما انت روح ويتشلافو كبوة دا. ما انت من دقال كيسو دمان مالي تشلافو ايه سر كدبي ايه خيان ايه لقضب ايه وحسماء ايه كل بسود اوضو هلو مركز دقال تشوكتا وهذا كده هاقا وكوها ايه iyo mid banaanka ka joogood marbar uu dagaalamaysan keeba cadaw nabiga soo darantay wa Soomaa umul cadaw iyaga umba cadaw ehe fahdarhum iska jiro iska ilaali ba nabiga ka taxada saasa nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam ma anta waxa muslimiin tahaysta oo jabkoodan sababta waa oo dhibaatada ina gaarsiiyay inta qubada waxa sabab u ah munaafiqiinta sabab laana jagooyinka ugu sareeya haystaan dawladii in badan bay haystaan مسؤوليات كي بيهيستان رقاليه بيهيستان مسلمين أهم بينو يهين محوها وين لا تكريان وما ذكر إلا الشقيستان قال الله سيلا برنامج يهين قوانين توضي بينو ديگا الميشن محكمة لها يجي بي دفاعيان دين تي يضد كيدي بي لدك اللهم يان الكاسوي مركز لسوي بادن وحولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سفورنا وكنت كنين هذا سيدي مياتك كرني ومدي بكبر بكرتي سقابه وطبع وما عاد قرب ده نيكا مسلم كي أشهادنا هي تكره الصومية والله إنه سوسو كتجم السنين كاستي يوم هو يا خميس كاستو صوما ما كرر كرت مرتد كي مكرر بقول العدو هل كاس على نور دح بديا إلى أن كلا كرنا مفنافقين تي مؤمنين تنا حالي لا توسي ماي وين ورك العذاب هنا كتاس ونو كي موي وبريه بالمحل غير رابين تاعنا غير كنا بمحل غير ومنافق غير كا قدرت كقبل منافق نوي هاي نودا هذه كوكشادي منافق نوي نوي مركا انت سيدا لي هاي ميلا مريا يهودا نيرت ايه مع الان تي دور كمليانا لابد كليان ايه مسلمين تام حي وقع ذكتا يا حينية وهاي يا لوكتا وهاي صوم منافقين تما جلين بين مسلمين تو دردري لاي جلين لكن يا وهاي منافقين تو وهاي منافقين هم العدو فاحذرهم واحد وإن صفات كود الله قرته كدي متحدر لقاته وإذا قرتي رأيتهم هذا أركته تعجبك وحكو عجب قلين إذا أجسامهم تشير كود وإن يقولوا هدي لهذان وهدلان تسمع وادقيسن لقولهم أراخذوا دي هذا الكود وادقيسن أفتهني ماذا يسيد أحقا يا كأنهم وابئيغوا خشوب قريء أوكلا سيقيم قيمة درينه هو قيمة الرضو كأنهم وابئيغوا خشوب قريء أوكلا مسندة أولى تيرتيري قري من لغو تيري بعد مدة قري من لغو تيرسني قيمة ميولة قيمة ملك يحسبون وحي ملاين يعني
كل صيحة قيل كستا واقعة إلى تمد عيسى عليهم كركود قيل كستا صويا لين يجوا قصعة وكل عيسى بيمود ينفلي نمد هذا إيه تن محمد فهم يجوا يجا العدو عدو إيه فاحذرهم نبي محمد كدك تونو واسكتشر تحذر كذا قالوا قاتلهم الله 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 حنظف الله فوقيه أن سلابا يؤفكون اللو قدنا اللو تشيدنا سيد اللو تشيدنا واك وحي وعدي حقي وعدي حق الله وطا سيد اللو تشيدنا وحق الله قرمرنا سؤال با إيمان يسو وان يمنكو هذي بسيد يهين وعدو يهين نبي قنا واي قاني قار بضلو كمده محوق اللي واي محوق اللي واي وامدى كنسر كان كل حجري هلست ايه غديه دا كشقين سوسكا محل لوغا فرحين ومد لوغا قبن وا الا ان اوديغو دو با ليقان عبد الله بن وي بن الصلول او اوديغو هو هي مدخودا اه وا با ليقان وا بنينكي دغالكي احد 300 ديلو عيدنا دغالكي مركو بلود لا سو نقود لا سو جبي اي يري هدان دغال او غدي وا غلي له ماشي دغال ما يال ور دغال وا كرقي ولا اريا دغال ما يال بعيدا وا اسكلا سو لا قص يلا قضوا مرمر نبي وحكى شيء كان وحنا كله ولا يقان مركم ما قرصوني محل لون لي واي مرش محل لون لي واي النبي صلى الله عليه وسلم كي صحابه إلى هذين ما لينه رسولك وحول صلى الله عليه وسلم هلا يلينا عيل واحد دي دنا هي إلى أمضاها كلا كشة كيستان محمد رجس يقول لينا يا سمع أمضاها إجت كيسان بان دي ذي جاي إسكداي لأن ضدك يكون احتراز أمة منافقين إذا لدت كريس هذا نتان قاضي الله ونحن برتك ورابين سواء الله ما يوم ماذا كان يقال هذا ومساج كيف يسكت لينه كوت كره هي بابية وضد يجي بإسلاير هي هي بدبادني أن سولين ليه ما يوم لك حمد عسي بحيسا أي مرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا مدام إسلاني بو أي موجستين هنا قد أي لب كوضا قول قلب وحن كذا بالن كنا كذا بالن ساس النبي صلى الله عليه وسلم مركه جت تجي حتى وحن يسكت دين دل كيس يسكت دين حتى ما لك تبوك كسر نقد النبي صلى الله عليه وسلم كسر كدومي أي وحن يوم شيء أن يجو كوحة دل عدة هبل اللي إذا مركو مريء حل كاسي إنت عليري كرينو أنكر إن دل حتى بحابض نتكلم إذا كوحة لسعتنا حشي النبي وسارنا مركي دل عدة مريس أي كذا وكيرن قيل يا عيو سارين وحير ربان هشا يتلع عدوديو وضادا تشيدك يركع لغو عدوديو إنه كدعو هذا النبي قال وحي بأو إيمان يمركي والله شيء رجل للسعودي ده دجيب سفرع الدل أبو النبي قبح صلى الله عليه وسلم مر إساقي الدل اسكودة إيان مر دقال كي كتشبين إيان مر من بيان بيكسو وريق إيان هذا نمع ذلك وحم وخدم ويقبانا يا قباد قبشة وقود ميساني مركا يجو أي سلاس تهي هذانا الدين تو شريعة دو مير فق بوحقة فيرنس مش فق بوحقة فيرنس أي وحوي مجا حماء وبحد النبي هي أمدن هي سمع الحماء أيها كدرنا وحاير يركي تحدنا أنو تم قادنا وسك لحل وجا سلاس أيها النسب النبي سيد وكدا هي صلوات ربه وسلام عليه وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم هالكام كوي كي ندرسي النحية أيها رب العالمين دون إن شاء الله تعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.